زيارته الأولى لمدينة تعز كأرفع مسؤول تنفيذي يصل إليها منذ بدايات الحرب والحصار عليها، ليلتقي السلطة المحلية والقضائية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات الأحزاب السياسية، ويبشر المحافظة كلها ببدايات انطلاق مرحلة جديدة من التنمية ووقف المعارك الجانبية التي لا تخدم إلا العدو المتربص بها والذي يحاصرها من 8 سنوات. دشنا اليوم مشروع المياه بقيمة 10 مليار ريال في وادي الضباب، وضعنا حجر الأساس، وإن شاء الله تتم المناقصة ويبدأ العمل في أسرع وقت ممكن. تعز يتعمد حصارها وإيذائها من قبل الميليشيات الحوثية، ليس حصارا عسكريا فقط ولكن حصارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل أنواع الحصار الذي يفرض تفرضه ميليشيات الحوثي على تعز وأبناء تعز كرها في تعز، وعلمهم أن تعز هي الثورة وهي الحرية وهي لن تكون تحرير إلا بتحرير تعز كاملة إن شاء الله. العميد طارق محمد عبد الله صالح وصل صباح اليوم إلى مدينة تعز، المدينة التي تفتح ذراعيها وقلبها وعقلها للجميع بلا استثناء إلا الحوثي، عدو الإنسانية وعدو اليمنيين، تؤمن باليمن الكبير الذي يتسع لكل أبنائه، وتسعى للم الشمل وتوحيد القوى للسير للأمام بهدف البناء وإصلاح ما دمرته الحرب، وترحب بكل قائد يزورها ما دام ممثلا للدولة والشرعية، سلاحه ووقته وجهده ينصب لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وقد يكون لهذه الزيارة ما بعدها انفراجا أو حربا تنهي المعاناة عن ملايين البشر الذين يذوقون الويلات وهم يدخلون أو يخرجون من مدينتهم، سواء كانوا مدنيين أو تجارا أو أمراض. نحن لا يوجد لدينا أي معارك جانبية ولن تكون لنا أي معارك جانبية، فيد الجيش في الساحل وجيشكم وهم أبناءكم وهم من أقلبهم من أبناء تعز، فإن شاء الله تكون هذه بداية وفاتحة خير لكل الأعمال التنموية. وفي مجال الكهرباء أيضا أحب أن أذكر أنه هناك دراسة لإعادة تشغيل محطة المخاء الكهرباء حرارية، وعندما تكون جاهزة هذه الدراسة سنعمل على تمويلها وربط تعز بالكهرباء إن شاء الله. فهذا شيء ومتابعة الأخ المحافظ والأخ رئيس الوزراء مهتم أيضا بهذا الشيء، سنتابعهم جميعا ليرى هذا المشروع بإذن الله. ترحيب كبير بنائب الرئيس كون زيارته تمثل الكثير لقيادات المحافظة وسكانها ليطلع على المعاناة اليومية عن قرب ولتتوحد الكلمة والسلاح والهدف، فمشروع الوطن سينتصر لا محالة، وستكون هذه المدينة في صفه، وكل مواطني المحافظة يعتقدون بأنه حان وقت التحرير.